في دورات كمان لفتت النظر السنه دي، دوره مؤمن زكريا مثلا. دوره مؤمن زكريا عملوا حاجه جديده، استخدموا الفار. انا سمعت مش هزار يعني، عايز اقول الموضوع لكم بيكبر يا هيثم كل شويه، الموضوع بيكبر وبيخرج بره السيطره. يعني وده مش مخصص، اولا ده بيتعمل في محافظه بينظمها اهالي المنوفيه الكرام طبعا، ومش مخصصه بس لفرق من المحافظه، ولكن بتضم فرق تانية من كل المحافظات المجاوره. وكمان في دوره تانية اتعملت في الدقهليه وطبقوا فيها كمان تقنيه الفار، وزي ما انتم شايفين لوحه التبديل زي بتاعه الماتشات اهي نهوان، والفار اهو. لا قصه، لا الموضوع وسع، واضح ان احنا كده مش يعني رايحه بينا على فين يا دورات رمضانيه فعلا. وفي الغربيه كمان في قريه محله روح في تبع المركز ومدينه طنطا محافظه غربيه، استخدموا مجسمات بوجي وطمطم. بصي ده مصورين كمان تصوير بدرون وبتاع، يعني شغل ودرع ومجسمات لعيبه. وكمان بقول لكم الدورات حتى استخدموا مجسمات لبوجي وطمطم لاطفاء جو من البهجه على افتتاح الدوره الرمضانيه، استخدموا برضو تقنيه الفيديو زي ما قلت لحضراتكم. وفي طبعا مزامير وشايفين حتى عاملين افتتاح للدوره الرمضانيه. لا وعايز اقول لك، وبصي المنظمين لابسين، بص الملخص فيه ابداع. في ابداع عندك فعلاً. ولقطات فعلا مميزه للدورات الرمضانيه، ومش بتتكلم في محافظات كبيره، بتتكلم في كل قرى. صحيح، كل قرى وحتى القرى الصغيره، فيعني بجد حاجه جميله، ويا رب يديمها علينا، لان هو ده او هي دي المشاهد اللي تاني هرجع اقول بتميز مصر عن بقيه العالم. حاجات جميله وطقوس عندنا كده وعادات وتقاليد، نتمنى ان هي تستمر معانا باذن الله. واحلى حاجه يعني قبل برضو ما انسى يا هيثم، لان انا كنت عايزه اتكلم في النقطه دي، قد ايه بتشوف الناس بقى وتحديدا في كمان، لان المناطق الشعبيه خلوا بال حضراتكم هي المناطق الاسعد واللي هي بتحس بالفرحه اكتر وبتشارك اكتر في المناسبات اللي زي كده. تلاقي بقى الشارع كله بيتفق مع بعض، بيظبط مع بعض عشان الزينه، عشان الفوانيس، ومش بس على فكره في المناسبات الاسلاميه، عندك في كل المناسبات. صحيح، هنا بنهني هنا وهنا بنهني بعض، يعني نسيج واحد. هي دي المناطق اللي فعلا تحس ان هي دي مصر الاصيله. فمره ثانيه كل سنه واحنا جميعا يا رب بخير وبهذه الروح الجميله اللي احنا فعلا بتميزنا عن اي حته ثانيه.